دقوا على الباب، بكى نايم عنده وعيلته عند اهلها. شوف جمعه قال تاخذ البنات ونام عند اهلها، وهو بتخيل بقول له ابو عزمه طملت عليك شو بتخيل، بقول له يا ابو عزمه شو قول ممنوع التجول، اول مره بقول لك بنادوا بالانتفاضه هذيك الاول، قال يا مره ممنوع تفتحي الباب، ممنوع تطلعي برا، ممنوع. ابو عزمه عاد قلت له مش تحكي خلي عزمه نايم. طيب انا بعرف انام عزمه، نكتنا خفنا، جيت طلت شكفت هاللحمه كل حد ما بترغبش لا جبني ولا لا شيء، بدي اعمل له شكفه لحمه يفطر بيها. شوفك شيخ امور الله يمه على المفرمه فارم نصها نصها بعده اللخبط هالصالون الصالون دشعت بكل مين مين عارفه خبط جيش. لو بقول ابو العبد الجعرون بك موجود الله يرحمه كل اللي موت، بقول تخافيش يا معزمه انا معاهم افتحي. فتحي يمين بيمين يا بني لو انك ند ما تعرف هالضيوف انه عربوا بيجي 15 واحد. بقول له ابو العبد خلينا ندور قدامكم صاحبني هسه بخاف ما يرى الا تخت مطوق يهود. لا بقول توكلي على الله نط واحد درزريته غير دكنه لهن. بقول لا ممنوع ممنوع تعبر. اما راحوا بجيني صبر حكيت من فوق اشتافهم اطلع ابني كيف فتح كيف صحي. قلت له تخافش يما اسم الله عليك اجيب لك مية تشرب، قال لا اعبر على كل قوم قوم نتخذ. والباز يما باب ضربوا نعيم من حد هناك لهناك واقف بهوش ولا عربي هسه اللي بلموا بالشبع. طيب قاعد الصبر عبر يكشل عليهم لو لبس اللي على البجامة بالكين عنهم، لا شلح البجامة ولبس لوعيه قولوا يلا قدامنا حطوا بالباز أول واحد. قول الله عين أمه واللي أمه عودت تسع بنات قبله وبعده بيجي أربعة 12 درزن جبت بنات الحمد لله على هالولد. حطوه شو أبوه موت كلبي طاح يحبل بدي يطلع عليه من شبابيك يطلع لهذا الباص من بلا نواكف هين مطرح الكمية تعرفش الولد الصغير رجع عطول حس. طيب ها طلعوا يمين بيمين من دارنا لو انهم يما بيلعبوا الكره ما برمحوا ورا بعضهم هيك يقطعهم ما يورينا اياهم يا ربي عاد. وين ما يلو عدارة برفعها تطلع السعيد بكهي الثاني ماخذين الحطة على الراس ابوه معصبين له عينيه شايف طلع معصب ردوا راحوا عدارة بماجد مازن بتعرفوا اللي بدي تشاني. الثاني اخذوا شار امه عن راسها وربطوا عينيه وجابوهم عصبين ودبوا بهالباص. طيب من الساعة 7 الصبح ضلوا لسبعة باب ضربوا جعرون المغرب. شو بدك؟ وهم بدال الباص 10 12 باص طلعوا من البلد. وين أخذوهم؟ عنك. عطول يب. ومطر وسكعة بكت. أجيك شالوا أبوهم. الله تريح اللي ماتوا ودشر اليهود تريح. لو كل حد جيك قلت له نعم. بقول عملنا ورقة تصريح إن الثلاث لما البنت اللي بطور شرم والله يا مرة عيطت أخوها أشهر منها. قلت له والله أنا بزعل، قال وانتي وأنا بشر بدنا نروح نزورهم عنك مثل الخرافيك شال فلسطين شو شافت. والله يما بالليل اللي هم بيحكوا المساجين بقولوا على طريق الصليب تعالوا بنكبلكم، إن بلا على طريق الجيش بنكبلكم مش هتجوش. وما صحيناش على الصليب ولا رحنا والله 6 أشهر ما شفنا بنا. كنا كله ورا عظم من بعيد عينه ساخ يديه ساخ يجري ساخ. يما بكال بتقول وبلوم بحالي بقول ما ظلليش عينين وصحة والله نعمل اللي ظلينا هيك.
والله 6 أشهر يما ما شفنا. أجا عيد لو كل المحامي بده يعبر عليهم، بدي أروح أجيب طلع هذا بطار، بدي أروح أجيب بوكيت حليب 3 كيلو. يا مرة بدي أجيب 2 خليه يطعم اللي معاه. شوف يا كشينو، والله جاب 2 وديناهن مع المحامي، منعوهم والله مصح لهم بالامتياز، ومش رجحن علينا من خوف من امتيت، رجحن على داره المحامي. ولا ابو دري انهن مش رايحات عليه الا تروح الطفل. يوم يوم ملوك اليوم رمضان الله، ولا شرب ولا بعلم بي ربي. أجب عن شريد هجم من السهل واتمدد على هالتخي لك البنات الله يخذيك بكل نبوزة. بقول يا بي يا بنار الدنيا لا يسر هاي، أجت من اللي يرموك منعوها سنة ترجع. طيب وقت سنة من درية أخوها محبوس أجت نجامة. يا بي يا با محمد الدنيا، قالت لي اجيب لك بوزة يا با، قال جيبي اجيب لك بارد، قال جيبي حميان مطروح من الهم ومن الشري. كانت الشوها العبد اللي كبالك يمتي مثل عزمي منك ذي خرفة كل شيء، كومت حين نايم مدتي كأن جادي وانتي كومت. بقول يا با بدك تشرب بارد وتاكل بوزة، عزم عنده بارد وبوزة. قال هكيم يا با شايف امتي ضربتني هالضربة؟ قالت لي يا با الله عينها، والله رمضان الله لا بتاكل ولا بتشرب ودائما تعيط. لا يا با تردش عليها تواخذها اش يا با. قالها طيب منشان اجهاتي وش اقول لك يا ما ما شفناش احنا، شفنا 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 وكمان بنشوف خلصنا احنا. حتى لو تيجي واحد يطول يسرى وتكش الناس من بيوتهم بطلع حياة. هاي الحياة يا أمه.